لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. رد فعل فهد الشعراوي كان طبيعي ولا كان عنيف قصاد موجة عنف أحمد عبد العزيز نادر نور؟ لا هو أنا أقول لك حاجة، إحنا من الطبيعي أي إشاعات ولا أي حاجة ما بنردش، بس يعني سعد رد كده وبالطريقة دي عشان الشخص ده بالذات لازم ترد معاه بالطريقة دي، وكمان زي ما قلت لك تراكمات، والشخص ده أصلا كان ليل نهار قاعد معانا، فإحنا عارفين اللي يعني التاريخ كله، واحنا طبعا يعني من زمان جدا، يعني انا ما ينفعش تبقى انت قاعد معايا وانا عارفك انت على ايه وتطلع تهاجم ناس صحابك، او بمعنى صح انت ما بتجيبش في البرنامج الا ناس صحابك، تمام، حد تعمل له دعايه، تمام. وكمان بناء على كده ان انا شايف ان المذيع ده او الشخص ده عامل من ورا في القناه اللي هو فيها مصالح كتيره ما ينفعش تتقال لمهنه الاعلام، وانا مش عارف هم سايبينه ازاي كده، بس يلا خير ان شاء الله. طب طلع احنا عارفينه هو على ايه بالزبط. هو على ايه؟ لا ما هو عارف، هو عارف احنا عارفينه هو على ايه. ايوه لا انا صح، لا ما هو اللي انا بتكلم فيه ايه، ان انا ما ينفعش انت بتتكلم بتنافي رقصات وفنانين وبتاع وانت بتبقى سهران معاهم في نايتات وعندهم في البيوت وده كله، بتطلع تتكلم ان انت شيخ حاره، فده قال حاجة. وانا لعلمك انا مش بقول كده عشان انا معاك دلوقتي، انا كتبت كده في البوست عندي، ويمكن هو ده اللي عمل فيه بلاغ انا وسعد صغير. وبعدين انا سؤال واحد، انا دلوقتي انا اللي كاتب له بوست يعمل فيه انا، ما يهمكش ان سعد صغير اساسا اللي هو اللي قايل لي اعمل كده، هو اولا سعد صغير مش صغير طبعا، هو طلع وانت برضه راجل مش صغير بالظبط، هو طلع طبعا عرفه بالفيديوز ان انا حاجه وهو حاجه وبس، واحنا ردينا بالفيديوز وهو على ما اظن رد في القناه بتاعته. طيب موضوع القضايا والبلاغات والمحاضره حصل هيروح فين ويوصل لحد ايه دلوقتي؟ هو المفروض قال لك انا عمل قضيه للنائب العام، لكننا مثلا اتقتل ولا حاجه، بس هو رفع قضيه واحنا رفعنا قضيه وبس، والمظلوم بقى الاجراءات هي بقى اللي القانون تثبت حقيقه. طيب احنا شايفين هو سعد فين بقى؟ انا هو سبق وراح فين؟ لا هو بيسجل جنبك. طيب شغلك انت من الكوره للغنى بتاع ايه بقى النقله الغريبه؟ لا هو انا دلوقتي انا بس جبت فتره الكورونا، انا كنت موظوف وكده، كان موقف كده مع اتحاد الكوره عشان كنت مضيت في كذا نادي وبس، وجت فتره الكورونا ريحت شويه، لكن انا البيزنس طبعا بتاعنا عندي مطاعم دلوقتي وفي الشركه عندي، فانا متجه دلوقتي للبيزنس، وباذن الله خطوه جديده باذن الله لو فكرت ابقى في الفورمه. ناوي فعلا ولا لسه ما مش يعني؟ انا متردد بس انا ليه؟ يعني عشان انا لعيب كوره اه، لكن انا كنت بقى يعني بحب الفن وبعرف اللي هو غني، لكن كنا انا والدي بعدني عن الحاجه دي وانا صغير، كنت تركز في الكوره وبتاع عشان انا على طول بقى النادي الاهلي، بعدين سافرت بره وجيت لعبت هنا تاني، فكانت حياتي الكوره ما كنتش في موضوع الفن. ممكن يكون اول دويتو مع سعد الصغير؟ يعني ما اظنش، بس لو اول دويتو اكيد هيبقى معايا اكيد، يعني انا على طول احنا كمان عملنا كام دويتو كده في كام فيديو وستوري، فبس باذن الله نعمل اوديو بقى محترم كده مع بعض اكيد ان شاء الله. تسلم يا حوده ونورت الدنيا.